توافد اليوم طلاب المرحلة الثانية للتنسيق على معامل الحاسب الآلي بالجامعات المختلفة لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق. وشهدت بوابات كليات الزراعة والهندسة والحاسبات بجامعة القاهرة حالة من الزحام بعد بدء توافد الطلاب لحين فتح الأبواب لهم وتجمعهم بأحد مدرجات الكليات، وذلك لشرح الخطوات الصحيحة لعملية تسجيل الرغبات قبل دخول الطلاب للمعامل. على جانب آخر، يفتح مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة أبوابه أمام الطلاب وأولياء أمورهم للاستفسار عن عملية تنسيق رغبات الطلاب أو قواعد التوزيع الجغرافي لهم.